هنأ تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بمناسبة انطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان. وفي كلمة له أوضح أدهانوم أن مبادرة بداية تعكس رؤية شاملة وكاملة على جميع المستويات بما يعمل على سرعة تحقيق التنمية البشرية والتطور المنشود. إنه لشرف كبير لي أن أشارك في انطلاق مشروع التنمية البشرية المصري بداية. أهنئ سيادتكم وحكومتكم على تطوير هذه المبادرة التي تعكس رؤية شاملة وكاملة، سواء سياسياً أمنياً أو في التطور الاقتصادي والاجتماعي والوطني، التي تهدف جميعها للتطور والتنمية البشرية بشكل سريع. أود منكم أن تعرفوا أن هذه المبادرة سيكون لها تأثير كبير حتى في خارج مجال الصحة، فهذه المبادرة تعكس مدى تقارب وتعاون الحكومة معاً، ولكن لن تستطيع الحكومة وحدها القيام بكل ذلك، فهذه المبادرة تحتاج أيضاً لعمل الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ليظهروا مدى قوة التعاون. في مشروع بداية هناك الكثير من التعاون السريع بين الكثير من القطاعات، والتي تهدف جميعها لتحسين الصحة والتعليم وحماية المجتمع المدني، وكذلك تركز أيضاً على تمكين دور المرأة والشباب. الاستثمار في القطاع الصحي لا يقتصر فقط على حماية الأرواح، ولكنه أيضاً يساهم في تحقيق تطور اقتصادي، فهو يساعد على خلق بيئة عمل صحية، وكل ذلك سيحمي أيضاً الأجيال القادمة. أهنئكم مرة أخرى وشكراً جزيلاً لإتاحة الفرصة لي لمساعدتكم لتحقيق هدفكم السامي، ليس فقط للبعض بل للجميع.